وحول تطورات الأوضاع في محافظة وسط ينضم معنا عبر الهاتف مراسلنا أحمد النجار. مرحبا بك أحمد، كيف هي الأوضاع في وسط بعد صدامات يوم أمس؟ هل لك أن تضعنا في صورة ما يجري عندك؟ تفضل. مساء الخير إيناد. حقيقة ما حدث يوم أمس كان تصعيد كبير جدا، خصوصا على مستوى الجرحى والاستخدام المفرط للعيارات النارية على المتظاهرين. ما حدث يوم أمس كان هناك استئناف لبعض الدوائر في العمل وإعادة الدوام، هب عدد كبير من المتظاهرين لإبلاغهم أنه لم يعلن في ساحة تحرير واسط عن بدء الدوام، وذلك بسبب أنه تضارب بعض، لم يكن متعمد لكنه سبب تضارب الأخبار. عندها توجهت عدد من المتظاهرين إلى مديرية تربية واسط وبعض المدارس هناك في هذه المنطقة، جاب جوبه لي بقوة كل جدا كبيرة من تابعة للحياد الشرطة واسط، وعندها بدأت الصدامات في الحجارة، وبعد ذلك تطور إلى السلاح والرصاص الحي. هناك الأحصائية الأخيرة التي ذكرتها دار الصحة واسط عن جرح قرابة 24 من المتظاهرين، والبعض من عندهم كانوا من أفراد القوى الأمنية بسبب التراشق في الحجارة. لكن وهناك إصابة أخرى الآن في مرحلة جدا حرجة وخطرة في داخل العاش في مستشفى الزهراء التعليمي، ولربما انه بعد الساعات المساء يوم امس احتشدت اعداد غفيره هبوا من الاقضيه والنواحي لمسانده افراد الامن. حدثت اعتقالات من قبل المتظاهرين نتيجه الاحتكاك والصدامات، وطوقت قياده شرطه واسط للمتظاهرين باعداد كبيره جدا، طالبوا قياده شرطه واسط بالتدخل الفوري من قائد الشرطه باطلاق سراح جميع المعتقلين، وهذا ما حدث بالفعل. لم تمضي سوى دقائق واطلق جميع سراح المعتقلين من سجون مركز قيادة الشرطة محافظة واسط. نعم. طيب يعني احمد، هل هنالك اي اجراءات مشددة اتخذت لغرض السيطرة على الوضع في واسط؟ اليوم من يفرض السيطرة هم المتظاهرين. لم يكن دور للقوى الأمنية في فرض السيطرة، لانه واسط بحسب المعلومات والمؤشرات بانها اكثر سلميه من باقي المحافظات الاخرى، وهناك علاقه وطيده ما بين القوات الامنيه، لكن يحدث بعض الاختراقات من لربما بحاله استفزاز من بعض المتظاهرين والقوى الامن، وتتطور هذه المساله، لكن لم تمضي الا ساعات وتهدأ الامور بتدخل قيادات من المتظاهرين ورجال الشيوخ العشائر وبعض الاشخاص لتهدئه الاوضاع وتعود واسط كما هي. اليوم ساحة التظاهر خصوصا بعد ما أعلن عن سيران العمل في الدوائر الابتدائية والمتوسطة، جرى اتفاق ما بين الكوادر التعليمية والمتظاهرين أن يكون يوم الجمعة والعطل الرسمية وبعد الدوام أن تتواصل التظاهرات والاحتجاجات وزيادة العداد، وهذا ما فعلا تم. أنه واسط لربما عادت إلى الأول 25 من تشرين بأعدادها وبمطالبها، ويوم أمس وإلى الآن تحمل صور لافتات بعلي شكري وغير علي شكري. نعم. بعدم الترشيح الى رئاسه الوزراء وعدم قبولها من قبل الشارع العراقي. طيب وعدم قبولها. نعم. هناك تاكيد باعتبار انه هناك رفض، خصوصا انه من شخصيه يعني جدليه. طيب احمد، نعم. يعني النجف وذيقار اعطوا مهله للحكومه، هل انضمت واسط الى النجف وذيقار باعطاء الحكومه مهله يعني للمضي بما يقوم به المتظاهرين وبمطالب المتظاهرين؟ امس هذا التفاصيل، هناك تنسيق عالي ما بين واسط وذيقار وكربلاء وبعض المحافظات في توحيد الخطاب، وايضا انه خلال يعني انه المهله التي اعطيت في بعض المحافظات كانت واسط ايضا تتلاقى في هذا الموعد والالتزام وتوحيد الخطاب في اغلب المحافظات الجنوبيه ومنها واسط والناصريه وكربلاء وميسان. نعم. في هذا الامر. نعم أحمد النجار مراسلنا من محافظة الكوت، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.